يقيني ثبت لديه مما جعله يصدر احكاما بالاعدام على ناس من خيره الناس في هذا البلد. هو نفسه قال في شهادته على العصر ان هم عرفوا سر الثوره واؤتمنوا عليه ولم يفشوه، وهل يعرف هذا السر الخطير الا شركاء في هذه الثوره؟ شكرا. كيف اطمأن ضمير السيد النائب وهو كان رئيس محكمه الى وجود مسدسين في قضيه واحده كانت قضية منظورة أمامه، واحد انضبط ماركة براونينج وواحد ثاني جه بعد كده ماركة باربيلو؟ هنسمع رد سعادة النائب يا دكتور. شكرا لك. طبعا يعني أنا بشكره على هذا التعليق، وطبعا الثورة عشان تحافظ على استمرارها عملية مش لعب، وأي واحد يقف قدام ثورة قائمة زي اللي بيحط صباعه في الكوبس بالظبط. ما هم شركاء فيها برضو زي ما لا ما كانوش شركاء، هم ادعوا انهم شركاء وانهم هم اللي حموها، ولكن ما حدش حماها، لان اللي يعني اما اللي بيحمي الحاجة يشارك فيها ويتحمل مسؤوليتها، انما هو قال لك نخلي الجماعة المجانين دول يعملوها واحنا نبقى في الامان وعندنا تنظيمنا ودعوتنا الى الاسلام ما حدش هيقدر يقف قدامها. طبعا ده كان تقدير خاطئ، لانهم بعد كده لما كل يوم الثوره بتثبت اقدامها بيزيد غلهم، ومتصورين ان احنا خدنا منهم حاجه، احنا ما خدناش منهم حاجه. ده من اول يوم في الثوره بقوا يتقولوا كلام ملوش طعم، يقولوا الله ايه ثوره ايه؟ ده اذا كان لسه اللي الأذان السلطاني ما زال يؤذن بيه، إيه الأذان السلطاني ده؟ أتريل إذا ما كانش يبقى الأذان اللي هم بيقولوه يعني علشان ينفروا الناس من إنها تيجي الجامع. العلاقة قديمة ومليانة تشابكات، لكن هو سألك عن محاكمة 54 تحديدا. طبعا إحنا لم نحاكم إلا اللي أخطأ أو اشترك في جريمة أو أعضاء مجلس الإرشاد، ده المحكمة اللي أنا اتواجدت فيه. إنما بعد كده جموع الإخوان الدجوي هو اللي كان بيتولى العملية، وكان كل الهدف هو أقصى حاجة 10 سنين سجن عشان حمايتهم من أنفسهم. في 6 خدوا إعدام في 54. ما أنا بقول اللي خدوا إعدام دول محدودين. طب ما تبص لثورة فرنسا ولا ثورة روسيا ولا أي ثورة، ده كان الحد الأدنى لتأمين الثورة. الثورات بتقوم لحماية الناس وليس لإعدامها. لما تقوم بثورة بعمل كده، وإن شاء الله هياكلوك على طول. تضحك؟ ما هو أنا مش هعرف أقوم بثورة، ده أنا غلبان. طب لما انت غلبان ما تخليك على قدك. ما انا على قدي وانا بعمل حاجه.